يظن أنه سيدركنا. أوه، رأي جديد. هل تطير أم تسبح؟ لا أرى، ألا توجد طريقة لإزالة السحاب؟ ماذا؟ لدي الليزر أيضاً، تفاجأت مثله. أوه، لن تفلت مني. هل نفنا الليزر بسرعة؟ نو مان. لا. جدي جدي جدي، افتح الطائرة. قلت له نظف الكابينة لكنه لا يسمع الكلام. جدي كوين، اطلبي من بن أن مجيء هنا في الحال. صعب جدا، كان باكتو تسلل للداخل، أيقظ الحشرة وسرقها. بن يطرده الآن بفضائي جديد وأنا قذفته للخارج. فضائي جديد؟ هل استطاع الطيران به؟ جتري لا يجيد الطيران، والحقيقة أن تيم هرب. لا أظنه ابتعد كثيراً، نستطيع اللحاق به، قريب من سحابة الهبوط. ليزر؟ حقاً؟ هذا ليس عدلاً. هبوط اضطراري. هل هذا تيم؟ لو كان تيم قريباً، إذاً يمكننا الحشرة. أحب الحرارة، لذا استخدم هيت بلاست. لكن تذكر أن القوة ليست كل شيء. لا تقلق جدي، إنها لي. قررت طبخك بن، المهارة. أوه، حسناً. استخدم قوتك بذكاء، تحتاج الضوء والحرارة أكثر من النار. كلام جميل، لا أفهمه. خلعتها. كأنني خلعت أنفي من ركبتي. بن. نعم، آسف. هيا بنا يا طفلتي. تعالي هنا، لقد وصلت. نه. لم يخدعها هيت بلاست. لا تستسلم، هناك طريقة أخرى لإدخالها الكهف، لو استطعنا جعلها تتبعنا. جدي، ملابسك. لتتظاهر أن لديك أجنحة. كما فعلت باكتو. أجل، التضحية بالجاكيت ليست مشكلة، فلدي كثير غيره. صحيح. كيف حالك يا صديقتي؟ ما رأيك في تناول الطعام في الكهف؟ تعالي معي. شكلها لطيف جدا. لطيف جدا. لطيف ومرعب. هي، لدي فكرة، فلنغادر فوراً. حسناً، مغامرة غريبة. سننام مطمئنين لأننا وصلنا بها إلى العائلة. ما زلت أتساءل ماذا حدث لتيم.